احنا عارفين ان احنا فلسطين بلدنا واهل فلسطين حبايبنا، وكل ما يحصل في فلسطين احنا ندعمكم ونحييكم ونحبكم. انا استأذنك يا دكتور، بدنا نعرف بمقامك دقيقة واحدة ثم نعطيك المجال تكرما. طبعا الأستاذ الدكتور فاروق الباز قامة علمية مميزة في علم الفضاء والجيولوجيا، لقبه رائد الفضاء لبعثة أبولو 15 ألفريد ووردن بملك القمر، ونحن نقول لك اليوم أنت ملك فلسطين حقيقة بحضورك اليوم أمام طلبتنا، طلبة فلسطين ليكونوا كلهم فاروق الباز في المستقبل بإذن الله. طبعا عالم الفضاء المصري الأستاذ الدكتور فاروق الباز عمل مع وكالة ناسا للمساعدة في الاستكشاف العلمي للقمر واختيار الأماكن التي ستكون مواقع لهبوط المركبات، وقد حصل فاروق الباز على شهادة البكالوريوس في علم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر 20، يعني بعد الثانوية بسنتين فقط، إضافة إلى أنه قد حصل عام 1964 على شهادة دكتوراه العلوم في الجيولوجيا، وعمل مع وكالة ناسا خلال برنامج أبولو بين عامي 67 و72، حيث كان أمينا عاما للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء. بعد الانتهاء من برنامج أبولو بدأ في دراسة الأرض وتصويرها من الفضاء. ساعدت أبحاثه وخاصة عن الصحاري في أفريقيا والشرق الأوسط والصين وغيرها في فهم منشأ الصحراء وتطورها والبحث عن مياهها. وتذكر الإشارة أنه قد حصل على العديد من الجوائز طبعا، وهو أكبر من هذه الجوائز، أبرزها جائزة الإنجاز لأبولو التابعة لناسا ووسام الاستحقاق من جمهورية مصر العربية الشقيقة. وفي عام 2019 وضع الاتحاد العالمي للفهم الباز، وهذا مستحق، على كويكب تكريما لعمله. حياك الله أستاذ دكتور فاروق الباز، وأهلا وسهلا بك في بلدك فلسطين. شكرا جزيلا، أهلا بكم جميعا. أنا أحب أن أنا أنقل لكم يعني تجربتي في برنامج أبولو. خلينا ناخذ متوسط العمر كام، وقسمنا مع سنه في هيوستن في تكساس في المركز، نلف في المراكز كده نسال سنه كام، نعدوا سنه كام، وناخد عدد العدد والسن، العدد والسن، العدد والسن، عشان ناخذ متوسط عدد الناس اللي مشغله رحله ابولو 11 كام. طلع متوسط السن 26 سنه. اللي مشغلها شباب اكيد بتكلم كده في مصر وكده، يقول لي 26. بس بقول له الشباب بتاعنا شباب فرصه، يقول لهم احنا عندنا شباب، احنا بنجيب ناس هم في الثلاثينات والاربعينات عشان يتمرنوا عشان يبقوا وزراء. زي قلت ثلاثينات اربعينات وصل 40، سلام عليكم. عاد هو عارف ان هو بيعمل ايه وبيستغل ازاي وبيعمل كذا، وبيفكر دلوقتي لما اتقاعد هسكن فين، وهل هقدر اجيب عني ما يكفي عشان اكل العيال. انا بقول لك، اتكلم على الناس اللي هم كانوا ايام ابولو دي، ببقى قاعد قدام المكنه قدامه، واحد منهم مسؤول مثلا عن الاكسجين اللي في المدى بتاع السرعه بتاع السفينه، الاتجاه بتاع الشمس فين، كل واحد منهم عنده شغلان. كان بيبقى قاعد على المكنه دي ما يتحركش، باصص عليها كده 8 ساعات، كل واحد يقعد على المكن على مكانه 8 ساعات كان قاعد فيها ما يتحركش، يلاقي زميله كده مثلا رايح دوره الميه يقول له ايه، وهو باصص على المكنه كده، وزميله معدي يقول له جيب لي سندوتش معاك، هيقول له سندوتش ايه ولا معاه ايه ولا كذا، والتاني معدي وخلاص ومشي، يروح جايب سندوتش اللي لقاه في المكنه، مش هي برضه راح يبص هي سندوتش، وبيضغط يحط درايف ويروح دار الزيت يطلع له زيت، ياخد سندوتش يروح رميه له في البتاع قدامه، ولا يقول له خد السندوتش ارميه كده، والتاني باصص على شغله لانه سنه 26 سنه، خايف ان اي حاجه تحصل يبقى مسؤول عليها، مسؤول عنها، يبقى يشتغل فيها ما يتحركش وما يبقى لا ياكل ولا ينام ولا يعمل، قاعد كده عليها بيساوي ينام لانه هو 26 سنه. انا ادي لكم مثل في حكايه السن، السن دي انا كنت عجوز ايام دي، انا كنت 29. كان في رحله ابولو 13 كان حصل عطب في السفينه، اقول له 13 اللي مش ما كملتش يدعو ما نزلش، حاجه حصل انفجار، حاجه خسر ولفوا على القمر ورجعنا على الارض على طول، وكنا عايزين نعرف بقى ايه اللي حصل بالظبط. احنا بس عارفين ان حصل انفجار.
رئيس برنامج أبولو كان قاعد فوق في بتاعت في هيوستن في آخر صف فوق، هم الرئيس الناس بيقعد فوق خالص. راح نازل خط كده وعمل صبعه عليا كده وأنا شايفه وهو نازل، عامل صبعه بص عامل صبعه عليا كده، وراح نازل لحد ما وصل لعندي قبل بسلمتين ثلاثة كده. راح قال له قلت له حسبني ايه اللي حصل؟ انت عارف ايه اللي بيحصل؟ قلت له يس. قال لي نو there is something wrong but and we don't know what it is. احنا مش عارفين ايه. انت اللي علمت صور الفضاء الرواد دول ياخدوا صور للقمر. انت تبعت لهم معلومات لما يتفصلوا عن السفينه بتاعتي عايزين يصوروها عشان نعرف اللي حصل ايه. لازم تجيب لنا الصوره دي. رحت طالع. انا كنت بني ادم 26 سنه. ايوه انا اللي متعلم الرواد التصوير وكذا وكذا، بس يعني مش انا الرئيس، لا رئيس مركز هناك ولا شيء. انا واحد من العلماء. قال لي ده كده وانت المسؤول عن كده، لانه عارف ان انا اعلم الرواد بيصوروا ازاي. فقال لي ايوه روح انت شوف بقى هيصوروا ازاي الهبابه اللي اتكسرت دي عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط. روح ماشي. تديها لي في ايدي وانا 29 سنه. العملية دي خدت مني 30 ساعة على التواصل بدون لا أوقف ولا أتنام ولا أتفسح ولا لا 30 ساعة دايم، لأنه كان حصل بقى خارج ناس خارج المركز الأبحاث في المكتبات. أروح المكتبات عشان أشوف إيه حد يقيس لي يا ترى لما يتفصلوا كده هل هتبقى بتلف بسرعة ولا اللفه بتاعتها هتبقى كام، عشان لازم ما هو الحته اللي انفجرت تبقى في 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 مكان ما نعرف نشوف. ولما ينفصلوا كده عشان واحد هيمسك الكاميرا ويقف في السفينه هيقف في انهي شباك؟ السفينه فيها ثلاث شبابيك، ما هو لو وقف في الشباك الغلط مش هيشوف ويتحرك لانها بتبعد عن السفينه. طيب طب هتنور ازاي؟ الشمس هتبقى فين؟ أثناء الحكاية دي عشان أنا عايز نور في الشمس، النور الشمس هتنور الحتة اللي هي حصل فيها الانفجار، لأن ده تلت من السفينة هو اللي حصل فيه اللبخ ده، ففين في أنه ضوء هيبقى عليه يعمل كذا ويعمل كذا. في 30 ساعة بتهلب معرفتي بالظبط، نقول لهم هي دي تحقق كاميرا وياخد أني فيلم ويبص من أني شباك وبالبركة، وبعدين في اللحظة اللي هي يضرب صور عشان ناخد الصورة الحتة اللي اتكسرت من السفينة، وإلا مش هنعرف إيه اللي حصل في أبولو 30 أبولو 13. عملتها وخلاص 30 ساعة ونزلت. عدوا كان الباك اب الاسترونوت اللي هم ما سافوش يعني، قلت لهم تعالوا نجرب الحكايه دي. قعدنا نجرب البتاع ده ولا قال لي صح تنفع كده صح تمام. رحت واخد المعلومات اللي انا مرتبها ورايح للرئيس الراجل اللي هو هيبقى هيقول للرواد، لانه رائد اللي بيكلم الرواد رائد بس مش انا ما اقدرش اكلمه. رحت للرائد اللي هو بيكلم الرواد قلت له دي القصه دي وكذا كذا. قال لي جربتها؟ قلت له جربتها. وقال لي كله تمام؟ قلت له كله تمام. الرحمن وراح باعت المعلومات للرواد الفضاء عشان ياخذ الصوره دي. فجه الوقت اللي هم بياخذوا الصوره دي، احنا كلنا قاعدين بقى ما عارفين عايزين نعرف ليه. والراجل اللي خد الصوره باص وهو بيتكلم بياخد الصوره والصور وقاعد يشرح لنا، بيشرح لنا القصه ان هو شايف الحته دي اتكسرت، ان في جزء من السفينه انفصل عنها كلها تماما وبقينا فيها حته كذا. ورئيس برنامج اقول له من الاخر الطوله فوق خالص كده عمل لي كده وخلصت. ايوه انت عملت اللي عليك، بقالك 30 ساعه ولا مات، بقالك 30 ساعه بتشتغل ما اتحركتش ما يمكن ما اكلتش وانت عملت البتاع دي ونجحت صح. وهذا معناها ايه؟ انه يديلك بيدعم الشباب كلها تماما وبيديلك الفرصه تعمل اللي انت عايزه في المحيط ده، لانك انت ده مسؤوليتك يا عزيز. فلما الواحد يدي للشباب يديلهم تعظيم سلام ويحييهم ويدعمهم ويقول لهم روحوا اعملوا كذا، يعملوا الدنيا ويعملوا البلع، لان هم لسه عندهم الحموه وعايز يثبت نفسه. الراجل ابو 45 ما هو ثبت نفسه خلاص، عايز يشتغل جامد ليه؟ انما الشاب اللي هو 25 عايز يثبت نفسه. فدي مهمه جدا ان احنا لو كنا عايزين نشتغل في حاجه هي فنعمل كذا. انا ادي لكم مثال عندنا في مصر. انا مره شفت مجموعه من الشباب في مركز ابحاث بيعملوا شغل ممتاز وبينشروا بره وعندهم شغل هايل جدا، يعني يساوي كل الحاجات اللي انا بشوفها عندنا في امريكا. فقلت انا اروح الوزير بتاعهم يعني اخليه كده يحمسه عشان يحيسهم اكثر. فروحت
رحت الوزير ويعرف، قعدت قدامه قلت له كده، قعدت اشرح المجموعه دي بتعمل كذا 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 كذا، عامل ازاي على الشبيبه بتوعه. راح بصيص لي كده وقال لي المركز ده فين؟ انا قلت المركز ده فين؟ انا زهقت، رحت قايم من قدام الكرسي بتاعه ورحت لافف ورا وقاعد على الكرسي بتاع المكتب بتاعته ومسك قلت له ارجع معايا. قال لي ايه قلت له ارجع معايا؟ شديته كده اعرفه يعني كصديق. راح مشي معايا هو قميصه وبنطلون من غير جاكيت ولا حاجه، رحت واسف طالعين من الاوضه ورحت لحد الاسانسير وقلت الراجل بتاع الاسانسير الدور الثالث، ونزلنا الدور الثالث وانا ماسك ايده كده الدور الثالث، فتح الباب بتاع الاسانسير قلت له المركز هنا يعني ده مركز بيعمل ابحاث ممتازه والولاد اللي هناك بيشغلوا كويس خالص، والمركز ده فيه مبنى الوزاره والوزير لم يسمع عنه قط. هذا الفرق ان جيمس ويب كان بيروح لكل يقعد مع جميع رؤساء الاقسام في جميع مراكز ناسا الخمسه. شوف مش بيزور الرئيس بتاع المركز، بيروح لجميع رؤساء الاقسام، شافهم جميع رؤساء الاقسام في جميع مراكز ناسا هو شخصيا، وقعد معاهم يكلمهم ويدعمهم. وده برضه راجل وده مركز كويس جدا بيعمل حاجه في المبنى اللي هو قاعد، المبنى بتاعه وفي الوزاره بتاعته، والمبنى اللي هو فيه وهو لم يسمع باسم المركز خالص. يعني قال لي المركز ده فين؟ فهذا الفرق. اخر حاجه هم يعني انا قلت لك اختيار مؤسسه صح، تحديد وقت محدد، اداره المؤسسه نفسها، دعم الشباب، وحاجه الاخر حاجه تقدير التميز. يعني كانت ناسا كل ما بتعمل حاجه، كل ما انا بعمل حاجه كويسه كان يدوني الرئيس الناسا او رئيس الابولو او رئيس كذا لازم ينده مجموعه من الناس اللي بقى انا بشتغل معاهم ويقول فلان فلان عمل حاجه كويسه جدا وسلم عليه، لا 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 لا. وده يكفيني يعني، ما فيش ما خدتش منهم اي حاجه غير ده، انه بي 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 بيقول لزمايلك انت عملت حاجه كويسه جدا، معناها ان انت بتعمل الدعم المعنوي اللي بيخليه كل الناس تشتغل اكتر. فدي يعني اللي هم ده الاسباب اللي خلت ناسا تسبق الاتحاد السوفيتي وتعمل امريكا. يعني امريكا النهارده الكوماندان، ما كانتش كوماندان زمان، كان الاتحاد السوفيتي على ايام ما انا كنت في المدارس الثانويه وكذا، كان الاتحاد السوفيتي هي البلد الكبير، كان الاتحاد السوفيتي عصر. ودلوقتي الاتحاد السوفيتي اتفك واتبهدل، وبوتين اهو يلبخ في حته في اوكرانيا، يعني كان الاتحاد السوفيتي النهارده حاجه ثانيه خالص، غير ما كان الاتحاد السوفيتي قبل ابولو كان شكله ايه. والبرنامج أبولو ده اللي خلى أمريكا تبقى ترتفع، وخلى الشغل بتاع ناسا هو اللي يعمل كذا، لأنها كانت شغلة مدنية، والراجل بتاع ناسا ده اللي عملها أيزنهاور اللي عملها شغلة مدنية كانت مهمة جدا، لأن لما تبقى شغلة مدنية يبقى ممنوع إنها تشتغل في أي حاجة سرية. يعني معناها إن كل حاجة بتعملها لازم تنفع المجتمع. كان عندنا في إدارة ناسا، أنا كنت بروح يعني الشغل بتاعي الأساسي على الأقل يوم في الأسبوع في إدارة ناسا في واشنطن، كان عندنا في واشنطن مكتب اسمه مكتب نشر نتائج الأبحاث، مكتب نشر نتائج الأبحاث. أي حد بياخد فلوس من ناسا في أي جامعة في أي داهية لازم يلخص وعمل إيه، والملخص ده يتعمل في كل أسبوع مجموعات كده، ويقولوا لكل الناس في امريكا ان الحكايه دي كذا كذا كذا، عشان اي حد عايز يعمل شركه عايز يعمل كذا يجمع المعلومه دي، لان ده فلوس الحكومه صرفت الفلوس على أقل. فالحكومه لازم تدي الناس في امريكا فرصه انهم يستفيدوا من الفلوس اللي صرفت من فلوسهم في برنامج أبولو. كان ده مكتب من اي مركز في ناسا بيعمل حاجه كويسه وعمرها ما حصلت، زي الكمبيوتر زي الكمبيوتيشن زي كذا زي الاتصالات. انا تعمل اتصالات بقى من الرؤى ازاي النهارده الاتصالات، انا وانا بكلمكم ده ما هو كل ده شغل ابولو، انا بكلمكم وانتم شايفيني ده من ابولو، والنور اللي بيطلع من هنا ده ابولو، ده التليفون اللي في محمول ده من ابولو، كل هذه الاشياء نتيجه لايه؟ لان الشغل كان كله مدني وما فيش حاجه بيعملوها عشان الابحاث والكوميونيكيشن ما بين الارض وما بين القمر هيطلع ازاي وكده، وبعدين يتنشر عشان ممكن بلد شركه زي اي تي ان تي ولا فرايزن ولا كذا ياخدوا البتاع ده ويعملوها تبقى مدنيه، معناها ان الدوله تستفيد منها، معناها ان اي جامعه تستفيد منها، اي
كل الناس تستفيد وكل الباحثين يستفيدوا منها. معناها ان ما فيش حاجه كانت مقفوله، ما كانش في اي ناسا كانت ممنوعه انها تشتغل في حاجه سريه، وده كان مهم جدا عشان كل النتائج بتاع الابحاث كانت بتروح للمجتمع، وعشان كده المجتمع يرخى، وعشان كده امريكا هي بقت الكوماندان في العالم النهارده نتيجه لكل ده. فانا في نظري ان الحاجات اللي هي الاساسيات اللي حصلت هي في ازاي برنامج الفضاء جه منين، مهمه جدا ان احنا نعرفها في بلدنا، لان احنا محتاجين نشوف ايه اللي حصل في الدنيا وازاي نصلح الاوضاع بتاعتنا، ودي ده في نظري جزء منها كبير جدا. وبعدين انا عرفت ان انتوا هتعملوا المحاضرات دي، زي ما الدكتور قال لنا هيعملوا المحاضرات دي كلها، واحده منهم عن الارض وعن عن القمر. لما يجي ميعاد القمر يقولوا لي ما نتكلم بس عن القمر، مش هتكلم عن الناس بس، هتكلم عن تضاريس القمر ورحنا فين ولقينا ايه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور فاروق، رحله ممتعه يعني، طرحنا معاك بخيالنا شوي. طيب دكتور فاروق، دكتور رائد، بتستبيحكم ونبدا نتلقى اسئله من شبابنا طلابنا. طالب بغنى مصطفى، تفضل افتح المايك واسال سؤالك، يا ريت بس الجمهور يلتزم بسؤال لانه العدد كبير. غنى مصطفى تقدر تفتح المايك. فتح يا غنى، سكرتي كمان مرة، افتحي من عندك. تفضل يا غنى. طيب شدا بإمكانك تفتح المايك. فرح صقر، غنى، شدا، فرح، المايك عندكم، بإمكانكم تفتحوا وتطرحوا سؤالكم. مرعي، بلكن في مشكلة عند أحمد ولا لا؟ يعني الثلاث طالبات مش قادرين. مسكر المايك، المايك مفتوح مسكر. لازر نجرب. أمال خلاف. على العموم بالنسبة لي أنا شخصياً الأسئلة يعني ما حدش هيسأل في الأسئلة اللي أنا في الحاجات اللي أنا بقولها دي، لأنه ما حدش كان معايا في القصة دي يعني. لكن بيبقى الأسئلة بتاعتكم عن القمر والعلاقة بتاعتنا ورواد الفضاء وعملوا إيه وإيه اللي حصل والنتيجة إزاي وعملناها وإيه وكذا كذا، أخلي كل الأسئلة بالنسبة لي أنا لحد ما أقول أنا المحاضرة بتاعتي عن القمر. رحلات أبولو يعني عنوان المحاضرة بتاعتي هيبقى رحلات أبولو إلى القمر. احنا نتكلم على الرواد بعمل ايه، احنا اخترنا مواقع الرواد بناء على ايه، وراحوا فين وعملوا ايه، والنتيجه بتاعت الابحاث اللي احنا عملناها بعد ما راحوا على الصخور وعلى التركيبات بتاعت القمر كلها كذا، هيبقى في محاضره مخصوص عليها ان شاء الله. ممتاز. في دكتور لازر بدي اجرب انا، في اي حدا يفتح المايك ويسال؟ تجربه صح، خلينا نجرب يلا. في بتول او ولا بتول صدور او ولا مصلح كمان المايك عندكم بامكانكم تفتحوا. داليا، ابو زهره، زي الدكتور، اي حد ممكن يفتح يعني. اعتقد اذا بتعطي للجميع تفتحوا جلوبال. يعطيك العافيه دكتور. أهلا أنا دكتور، كلنا دكاترة يا ستي. تفضلي يا كلكم. أهلا بك. أهلا بك. يعطيكم العافية. لو سمحت أسأل، حاليا بالنسبة لطلوع القمر زي كده، في آية قرآنية لقد اقتربت الساعة وانشق القمر، بالنسبة لانشقاق القمر
فهل هو موجود يعني في القمر ولا كيف؟ القمر فيه يعني في الشق واحد، فالله أعلم، إحنا مش عارف، ما نعرفش بالضبط كده كان القصد إيه في القرآن الكريم انشق القمر، لأن الشقوق أيوة في شقوق، وفي شقوق كبيرة جدا على سطح القمر، يعني معناها إنه هو يعني جيولوجيكلي سبيكينج زي الأرض تمام، فيها شقوق كثيرة، والقمر فيه شقوق زي ما بنلاقيها في الأرض كلية تمام، يعني ليس هناك أي إثبات ل يلا يا مرعي. يعطيك العافية دكتور. تفضلي. بتول. أنا بتول خضور. طيب أهلا بيك. الله. بدي أسأل هسه شو أكثر المعادن اللي بتكون منها القمر، أو يعني أكثر لا تفاصيل الكلام ده، إحنا لا تكلمنا على معادن ولا تكلمنا على صخور، فدي تفاصيل. أنا زي ما قلت لك، خلي السؤال بتاعك لما أنا أقول المحاضرة، يمكن أنا المحاضرة يمكن فيها الإجابة على سؤالك. لما أقول المحاضرة عن القمر، لأن أنا ما قلت المحاضرة عن القمر، أنا قلت محاضرة عن كيف نجحت ناسا إداريا، أنا قلت كيف نجحت ناسا إداريا، وده ما لكيش فيه أنت، أنا بكلمه عشان الناس اللي فيهم إدارات، اللي في الإدارات. بس أنت لما أنا أقول المحاضرة بتاعتي، هقول فين الشقوق وفين كذا وفين التركيبات والكيمياء بتاعتها، وإيه الأسود الكيمياء بتاعته إيه، والأبيض إيه، وراحوا فين، وجبنا عائلات منين، وإحنا عارفين الكلام ده بناء على إيه، كل الكلام ده هيبقى في المحاضرة. طيب يعطيك العافية. عندي كمان سؤال. لا واحد، ما انت خلصت، ما انا قلت لك قلت لك روعه فتحت المايك وسكرتي يا روعه، تفضلي. مرحبا، السلام عليكم. معناها ان البنات السلام عليكم يا سلسبيل. يعني ما نعم عن نساء فلسطين، نساء عظمه، كل النساء دلوقتي ثلاث نساء عظمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال معين بيمكن يكون له علاقة كتير بالقمر، بس هو يعني بيضم الفلك بشكل عام. إنه أنا سمعت إنه في بقاء بيحاولوا إنهم يعملوا مركبة فضائية تكون بسرعة أسرع من سرعة الضوء، بحيث إنه هي لما بتمشي بتكون عم تطوي نشيز الزمكان بطريقة ما، يعني إنه بتطلع بتمشي بطريقة أسرع من سرعة الضوء. هل هذا الإشي رح يأثر يعني على الأشياء الزمن اللي عندنا وهيك، ولا مش رح يعمل تأثير؟ لا، احنا بالنسبه لنا شخصيا بعتبر شخصيا انه ما يحصلش تاثير، لكن الدكتور يتكلم يسالك يقول لك حاجه. قول لي يا دكتور. اول شيء التكنولوجيا، من ناحيه التكنولوجيا احنا بعيدين جدا عن انه نحصل على الشيء زي هيك. الشيء الثاني المهم انه حاليا اللي احنا بنعرفه، كل ما وصلتي قريبه لسرعه الضوء، مش بس لسرعه الضوء، قريبه منها، بناء على النسبية العامة اللي بنعرفها والنسبية الخاصة بشكل خاص، إنه الجسم ما بعود جسم، بتحول لطاقة، فبصير عندك فوتون، فالطول يتلاشى، الزمن يقصر. فالفكرة إنه إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه نقدر نوصل لسرعة الضوء أو قريب منها، إنه الجسم ما حيكون جسم مادي، حيتحول لموج أو طاقة. هي النقطة اللي موجود، واللي الاحتمال اللي بيحصل، أو إنه نظريات أخرى موجودة. هذا الحكي كلياته مش، كيف بدي أقول لك، مش إنه اكتشفناه أو تم تطبيقه عمليا، في نظريات عدة، والنظرية النسبية العامة والخاصة حاليا عملت جهود كبيرة ونجحت في عدة تجارب، فهي النظرية الصحيحة اللي عندنا لحد الآن، ولكنها ليست كاملة. فإحدى الشغلات الناس اللي بتحكي فيها أن عندك الزمكان، إذا بتفكر فيه زي شريطة أو قطعة قماش، ولما يكون في جسم زي بيصير بالثقب الأسود أو أي شيء آخر، إنه جسم عنده جاذبية عالية، فبنحني الزمكان. فإذا نقطتين انحنوا ودخلوا هيك مع بعض، أنت بتدخلي من نقطة لنقطة، وهذا بتروحي من مكان لمكان، مع إنه هم واحد هاد واحد هاد. بس انه ما تخافي، ما حنوصل لسرعه الضوء ابدا.
إذا سمحتوا أنا بسعد لأني لازم أمشي دلوقتي، فإذا سمحتوا لي أنا بس ألف شكر للدكاترة مع الوزير ورئيس الجامعة وكل الناس اللي موجودة، ألف شكر. أنا سعيد جدا لمقابلتك، إن شاء الله نتقابل أخرى عن خير. شكرا دكتور فاروق، على أمل اللقاء قريبا إن شاء الله. شكرا دكتور. إلى اللقاء. شكرا دكتور. ألف شكرا. شكرا دكتورنا، بارك الله فيك. سلامات. باي باي. هادي فخري بإمكانك تفتح المايك. براي سؤال، روعة أن أوصف الفئة المستهدفة اللي وجهنا لها دعوة دكتور 9/10/11، روعة ما عرفت على حالة بأوصف روعة جدا، بس يعني أنا سلسبيل اللي جاوبها. سلسبيل أي صف؟ عاشر. ما شاء الله، أحسنت يا سلسبيل، بارك الله فيك دكتور. هادي بإمكانك، هادي فخري إبراهيم، تفتح المايك. تفضلي هادي، مفتوح المايك عندك. سؤالي هو إنه هل راح يتم ذكر في هاي الفحص، هل راح يتم ذكر الموضوع الإيفنت هورايزن والثقب الأسود، إنه لما توصل نقطة معينة فيه كثير أشياء تتغير، مثلا تقدر تشوف الكون هو بموت من برا، أو يعني بصير الإشي اللي بدخل فيه يتفكر. قصدك في البرنامج إنه بدنا نحكي على الثقب الأسود؟ نحكي عنه في حياة النجوم، هنحكي عنه إن شاء الله في حياة النجوم، وحن ندخل في شغلات رياضية بسيطة جداً ومناسبة لسينكو ولصفوط 9 و10 و11، وحتعرفوا كيف أنتوا تشتقوا من معادلات بسيطة، من شغلات بسيطة وتفكير بديهي، لكيف توصلوا لنصف القطر الحدث، وهو أي اللي هو إيفنت هورايزن، وأي إشي تحتي، وتطبقوا هذا على زي ما اللي أعطيتكم إياه الصفحة على عدة شغلات، وحتعرفوا أنه إذا حدا سألكم سؤال إذا الشمس تحولت لثقب أسود هو الأرض حتموت، حتقولوا لهم حتموت، بس ما حتموت لأنه الشمس كثقب أسود حيبتلعها، لا، لأنه حتكون حجمها صغير 3 كيلو، لازم نكون قريبين من 3 كيلو، حنموت لأنه حنموت من السقعة. الله يطمنك. حتكون إن شاء الله عندكم قدرة تعملوا هاي الشغلات وتفهموها إن شاء الله. الآن الإشي اللي تفضل. الإشي المهم إنه إن شاء الله إذا في طلبة متميزين وحابين يتعلموا زيادة عن اللي طرحناه، إحنا مستعدين، لأنه زي ما تفضل دكتور فاروق الباز والأستاذ الدكتور مروان، هو هدفه من هذا البرنامج إنه يبني هذا الجيل الجديد، هذا هدف الدكتور مروان، يبني الجيل الجديد اللي حينشئ هذا الجيل اللي يتعلم العلوم هذه جميعها، وإن شاء الله هذا ما حيتم إلا بإبراز النخبة اللي منكم اللي مستعدين، وإحنا مستعدين. طيب عندي سؤال، أنا مش طالب صف 9 ولا 10 مرعي، بس عندي سؤال من فضلك دكتور رايد. هلأ التلسكوب اللي أنتوا عندكم إياه بهارفارد، بين هارفارد والسميثسونيان، إذا ممكن تحكي لنا عنه بس يعني دقائق قليلة، شو اللي بيعمل هسه مثلا عندنا المركز اللي انا فيه بين هارفارد وسميثسونيان، اكبر مراكز الفيزياء الفلكيه، وعندنا بحدود قريب ال 300 ل 600 عالم، نشتغل على كل شيء، من الغلاف الجوي للارض، للمريخ، للكواكب، للشمس، للاكسو بلانيتس، للمجرات. عندنا اكبر محط مرصد الاكس راي تشاندرا، عندنا هان احنا مسؤولين عنه، كيبلر كان عندنا، يعني احنا مسؤولين كنا عن جزء منه اللي كان يقيس الكواكب خارج المجموعه الشمسيه. الشيء اللي عندنا حاليا اللي هو اللي بسموه ايفنت هورايزن تيليسكوب، اللي هو ممول من قبل يلا تفضل. عن إيش بتحكوا؟ عن طلوع القمر؟
لا ما طلعنا لسه، ما روحناش، بعدنا قاعدين هنا هسه بنحكي عن شو الشغلات الموجودة عندنا إن شاء الله. عن القمر حنحكي لما يجي الدكتور فاروق الباز ويحكونا، حيحكي لنا وحدة خاصة عنها إن شاء الله. طب ممكن أسأل أنا؟ تفضلي. شيء أكيد. تفضلي. أنا الطالب ليان تاهر من الصف العاشر، من توباس، من مديرية توباس، من أنا بحب الفضاء كتير 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 لدرجة، وبحب أقرأ عنه كتير. وعندي سؤال هيك بسيط، سمعت إنه في شيء الثقب الأبيض، هل بيختلف شوي أو كتير عن الثقب الأسود؟ وشكرا. في هسه في اللي حتى أشرح لك شيء مهم بالفيزياء، والدكتور مروان حيفهم هذا الحكي لأنه هو رياضي وبيعرف. وفي الفيزياء النظرية اللي هي الفيزياء حالياً واقفة في مرحلة معينة، المرحلة هذه المعينة إنه عندنا إحنا أربع قوى رئيسية في الكون: الكهرباء والرئيسية والنووية الضعيفة اللي منها اللي بتطلع التفاعلات البسيطة اللي زي بيتا ديكاي، والنووية القوية اللي داخل اللي بتمسك البروتون والنيوترون، والجاذبية. هسه لما جمعنا الكهرباء والمغناطيسية طلعت عدة شغلات تكنولوجيا الحديثة. هسه لما تجمع الجميع مع بعض مع الجاذبية مش ظابطة لحد الآن. ففي نظريات عدة، مثلا على سبيل المثال الثقب الأسود طبع كنظرية كجزء من النظرية العامة، النسبية العامة، اللي هي كل إشي ما عدا إيش؟ جاذبية. جاذبية اللي هي عفوا نظرية للجاذبية فقط زيادة عن نيوتن. الآن صارت في ناس تعمل أبحاث كثيرة نظرية، فإحدى هاي الأبحاث مثلا إنه شو أنواع الثقوب السوداء. في ثقوب عدة، في عندك ثقوب سوداء ممكن تطلع بناء على نظرية الأمطار اللي بتحاول تجمع جميع القوى، في نظريات عن الثقوب البيضاء، ولكن كلها هذه نظريات بشكل عام أبحاث فيها نظرية بحتة صعبة إنه إثباتها، حتى الشغلات اللي بنعرفها جزء منها صعب إثباتها. فهذه زي ما تحكي في آخر محيط المعرفة. الإشي الثاني اللي بدك تعرفيه إنه إحنا بنعرف عن الكون أو عن أي إشي حوالينا عن طريق الضوء اللي بيجينا. هسا أنت لما تشوفي إشي ضوء بنعكس عن الجسم اللي شفتيه بيجي على عينك وبتشوفيه، المخ بيقرر شو هو. هسا احنا بنشوف الثقب الاسود او بنشوف اي شيء في الكون بناء على الاشعه، على الطيف الكهرومغناطيسي، بالاضافه للضوء الطيف يعني الضوء المرئي. ففي عندك الطيف الكهرومغناطيسي، اشعه جاما، الاكس ريز، اشعه الاكس ريز، اشعه تحت الحمراء، فوق البنفسجيه، ممكن تشوفي موجات راديو، موجات مايكروويف، عرفتي كيف علي؟ فهذا حنحكي عنه. فهسه المشكلة إنه لما توصل عند الثقب الأسود على الإيفنت هورايزن من أفق الحدث ما بيجي طاو، ما بطلع إشي، مشان هيك اسمه أسود. فإذا إحنا ما عندنا معلومات فصعب نحكي أي إشي عنه، عرفتي كيف علي؟ بغض النظر أسود أو أبيض، لأنه كل معرفتنا من الأفق طالع. سؤال فبحب إذا في مجال سؤال أو سؤالين في الجزئية اللي عرضها شوي الدكتور سالم عن البرنامج، يعني شو بتتوقعوا أنتوا شوي عن البرنامج؟ على تفاصيل بتمنى أن تحضرونا في اللقاءات القادمة، إحنا معاكم 19 لقاء، فما تستعجل كثير تدخلوا في أسئلة في العمق. رح نأخذ سؤالين وننهي اللقاء، لأن هذا لقاء فقط ولقاء استهلالي افتتاح للبرنامج، وإن شاء الله كل التفاصيل هاي راح نحكي عنها في اللقاءات القادمة. راح نأخذ سؤالين. أنا فاتح المايك لك. ممكن أسأل لو سمحت؟
وبداية وشكرا على هذا اللقاء العلمي الجميل الغني بالمعلومات. في البداية أعشق الفضاء وأشعر بأنه عالم آخر يدل على إبداع الخالق في خلقه وقدرته فسبحانه وتعالى. سؤالي يتعلق عن المجرات والكون بشكل عام وعن بداية الكون بشكل خاص، فكيف كون العالم والمجرات؟ لقد قرأت ببعض الكتب أنها نتيجة انفجارات في الكون كاملا، فهل هذه النظرية أو المقولة لها من الصحة أو هي صحيحة؟ اللي هي نظرية الانفجار العظيم The Big Bang، وهي النظرية الوحيدة حاليا الموجودة عندنا، واللي أغلبية التجارب أو الرصد اللي عم نشوفه وبنحققه بدل على إنها هي الصحيحة لحد الآن. الإشي المهم إن شاء الله حيكون في وحدة خاصة عن نشأة الكون، ووحدة خاصة عن النجوم، وحدة خاصة عن المجرات. هسا كل وحدة حتكون فيها الشرح النظري ونحاول نبسطه، ونحاول نجيب كيف انتم ممكن كطلاب تحصلوا على بيانات وتحصلوا على شغلات انتم تنموا فيها مهاراتكم. الشيء المهم لكم يعطيك العافيه استاذ رائد، ساعدت اسال سؤال شوي بس خلينا نكمل. الشيء المهم واللي احنا حابين مساعدتكم انه هذا البرنامج لكم، حابين انه انتم شوف تحكوا لنا شو كيف ممكن برضو نطوروا، شو الشغلات اللي انتوا حابين تشوفوها، حابين نحكي عنها. الفكره والشيء المهم علم الفضاء زي ما حكيت لكم ما بيشمل بس مثلا علم الفلك، كل شيء فيه زي ما شفتم الدكتور فاروق الباز، جيولوجيا، علم الكيمياء، علم الاحياء حتى موجود في الفضاء. لأنك إذا بدك تقيس إشي في الغلاف الجوي بدك تعرف هل هذا نشأ عن طريق بروتينات ولا لا. فالفكرة إنه بغض النظر عن اهتمامه الشخص رياضيات فيزياء فلك أو اللي هو، حيكون في مجال للجميع إنه ينمو ويتعلم إشي من هالبرنامج. بس ممكن انه تعطونا الريسورس على اليوتيوب من هالكتب وهيك عشان نقدر يعني احنا نرفد حالنا انه الكتب اللي بنقدر نستفيد منها بهذا الموضوع. ممكن مصادر طيب اذا سمعت على المصادر موجوده بكثره، لكن احنا راح يكون في موقع الكتروني اسمه astrophysics.org حاليا موجود الهيكل العام للبرنامج، لمحه عامه على البرنامج، وكل حلقة راح بعديها نحط المحتوى للبرنامج. هلا احنا عمليا هذا اللقاء هو لقاء فقط تعريفي، اطلاق للبرنامج، ما في محتوى محدد، تفاصيل كلها تأتي بعد. بتمنى انه تكملوا معنا لنهاية البرنامج بعد 19 حلقة، لانه بعديها كل الطلاب اللي عندهم شرف ومميزين وحابين يكملوا راح ننتقل معهم لمرحلة متقدمة اكثر ان شاء الله. هلا بدي استميحكم عذرا بس ممكن استفسر سؤال، هيك هيك ما بنسمع من ثلاث اذا سمحتوا، اذا سمحتوا ما بنقدر نسمع من ثلاث. يعطيك العافيه دكتور. السلام عليكم استاذ. انا صالح ياسر. السلام عليكم، أنا من سعاد الجعبلية من الخليل، مدرسة الحاج فضل عابدين المهنية للطالبات. يا رب أنت كمان يا رب. مش سامعين كويس، أنتوا قاعدين بتشوشوا على بعض، في صوت شاب كان طالب، إذا جرب يفتح المايك. أيوة أستاذ. تفضل عمي، بس علي صوتك. ماشي استاذ، انا صار ياسر من طوباس، مدرسه الحاج الفوزان صف تاسع. عندي سؤال، هل مغناطيسيتها؟ عيد السؤال بس الصوت ما كان واضح، عيد السؤال كمان مره. هل الارض تفقد مغناطيسيتها؟ شكرا.
دكتور رائد انت ميوتد مش عارف ليه. دكتور رائد افتح المايك عندك اذا سمحت. لا الارض ما عم تفقد مغناطيسيتها بطريقه انك انت تهكل الهام، ما تخاف. تمام طيب ناخذ اخر سؤال. اخر سؤال في حد عندك؟ يلا ممكن يكون اسال. نزل احكي انا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من مدرسة بيت أولى الخليل. أنا عندي استفسار بسيط، بس أنا طالبة توجيهي وكثير مهتمة بعلم الفلك. هلأ أنا كثير يعني متحمسة للمعلومات اللي أنتوا بتحكوها، بس سؤالي هو يعني أنا كثير مهتمة أني أدرس في مجال الفضاء، بس للأسف إحنا هذا المجال أو الموضوع مش موجود في فلسطين. فأنا بدي نصيحتك دكتور رائد، يعني وين أنا ممكن أطور حالي أو وين ممكن أتوجه عشان أدرس هذا التخصص، خصوصاً أنه مش موجود في فلسطين. أوكي هسا احتمال الأستاذ الدكتور مرضان يختلف معي شوية، بس الفيزياء والرياضيات إخوة، ولكن الفيزياء هي تقريباً علم الفلك مش علم مستقل، تابع للفيزياء، جزء من الفيزياء. والفيزياء تحتاج، إذا بالذات إذا أنت بدك تقول الشخص بده يتخصص في فيزياء نظرية، عرفي كيف، هاي بحتاج لرياضيات ممتازة، معرفة في الرياضيات ممتازة، لأنه بدونه ما بقدر يسوي شيء في الفيزياء النظرية. فإذا بدك تدرسي علم الفلك الفضاء لازم تدرسي على سبيل المثال فيزياء. إذا أنت مهتمة هسه حتى أشرح لك، تدرسي فيزياء زي مش عارف إذا في البلاد عندنا ميجر وماينر، تدرسي فيزياء ميجر وماينر رياضيات. هسه على الفيزياء لازم، على العلم الفلك لازم تكون عندك معرفة ممتازة بالرياضيات وبالذات بالفيزياء. الآن إذا أنا بدي أحط تلسكوب وتطلع عليه وأشوف في مرصد، خلص هذا إشي ما اختلفناش، أي واحد بيجيب تلسكوب وبحطه. بس حتى لتبني التلسكوب، آسف الضوء بضله يضوي ويطفي، هان لأن إذا ما بحرك إيدي الضوء بيطفي لحاله، إذا ما في حدا فكل ما حرك إيدي بيضوي الضوء. عندهم هم حاولوا يعملوا شغلات زي هيك، يكون المبنى فاضي في الكرادور اللي تمشي فيه وفجأة معتم فجأة بضوي. المهم فعلى سبيل المثال حتى تعرف حساب المدارات بدك شوية ميكانيكا، فيزياء الميكانيك وعلم الرياضيات، حتى تعرف كيف الغلاف الجوي للشمس للنجوم للكواكب، بدك تعرف تكون عندك معرفة شو بسموها البروسيسز، التفاعلات اللي بتصير داخلها. طب الفيزياء اللي الثقوب السوداء فيزياء على سبيل المثال، السوبر نوفا المستعر الأعظم وشغلات زي هيك كلها فيزياء. بدك في تشكل العناصر في بداية البيج بانج فيزياء نووية، فبتدخل جميع أنواع الفيزياء. هسا الآن ممكن تدرسي فيزياء في بلادنا، للأسف الإشي الموجود الوحيد اللي هو فيزياء ورياضيات، تركزي على دول الاثنين وبتروحي بتكفي في الماجستير والدكتوراه إن شاء الله. بتختار الفلع اللي بدك إياه، إذا بدك فضاء تختاري أستروفيزيكس، بس في الأستروفيزيكس ما أنت بدك تختاري إشي معين، ما يعني حتأخذي مواد وكورسات في كل إشي، بس بدك تختاري على إيش بدك تبحثي. اسمح لي دكتور أحاول أجاوب شوي على السؤال تبع شو اسم حضرتك يا آنسة؟ شو اسمك اللي سألت السؤال؟ هلأ مش عارف إذا هي ما زالت معنا، بس بالإمكان إنه الجامعات، أنا مش متأكد إذا في برنامج من هذا النوع دكتور، بس بالإمكان يكون في ماينر، يعني مثلا الواحد يأخذ ميجر فيزياء أو حتى بي اي فيزياء وبعدين يأخذ يعني إما ماينر أستروفيزيكس ولا أسترونومي ولا أو إنه جراديويت بروجرام. أنا ما بعرف بالضبط الجامعات فيها، بس ممكن إحنا نسأل في الجامعات إذا في عندهم برنامج ما. بعتقد يمكن فيه، بديش أسمي جامعات، بس في بعضهم عندهم اهتمام، لأن بعرف زملاء بالجامعات اللي عندهم هذا التخصص.
فراح نتبع السؤال هذا. بس مرعي أحب أعرف مين الطالب اللي سألت، right؟ ونرجع لها. شكرا. إن شاء الله دكتور. إن شاء الله. طيب. دكتور إشي مهم إذا بتقدر نبحث فيه، لأنه إحدى الشغلات أغلبية الجامعات هان مثلاً هارفارد عندها Department of Physics, Department of Astronomy، بس MIT عندها Physics and Astronomy مع بعض، دائرة قسم واحد. اللي ممكن يحصل إنه الطالب لازم يعني، وهذا إحنا نساعد من الخارج مع ناس إحنا بنعرفهم القسم شو اللي ممكن يدرسوه، لأنه لازم يدرسوا مواد رياضيات وأسترونومي وحاسوب، إنه تساعد على إنه الطالب يقدر يعمل في المستقبل يمشي في الأبحاث. شكراً. شكراً دكتور رائد. دكتور رائد، أستاذ مرعي مع الوزير، حقيقة إذا إحنا بدنا نشتغل STEM ونسير في مشروع والتعليم، ينبغي أن يكون خريجين من الجامعات في أستروفيزيكس، لأنه أستروفيزيكس جزء مهم من نمو وتنامي توظيف منح STEM بالمناهج الفلسطينية. تمام. يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور مروان، شكرا دكتور رائد، شكرا لجمهورنا وحضورنا الرائع من طلاب ومعلمين. وتفضل دكتور، بس دكتور مروان you are muted. كنت بسأل مرعي إذا في أسئلة ملحة عن بعض الصبايا والشباب، يعني طلاب وطالبات ولا لا؟ صراحة دكتور اللي رافعين يديهم 116 واحد. سؤالين. واحد يرافعين يديهم. طيب سؤالين يلا. هاي وصلتكم ثقيل دكتور مروان، ما بقدر أقول شيء. تفضلوا. ناخذ. طيب. طالب ليان، ليان ساهر. ليان ساهر. المايك بإمكانك تفتحيه يا ليان. تفضلي يا ليان. تفضلي، بس الصوت بقطع عندك يا عمي. حول لايش ثاني. طب. عيني موجود. يلا تفضلي. نور الدين حسين محمد الخطيب. يعطيك العافية دكتور. الإشي اللي ممكن أقترحه في اللقاءات القادمة، إنه نطلب من الطلبة يقدموا أسئلة مكتوبة. صحيح. فاحتمال يكون في مثلاً 100 سؤال، بس احتمال 30 منهم نفس السؤال. ممتاز. مرعي نعمل المرة الجاية هيك، بليز. كنا نعمل زمان بتذكر. نكون أسئلة مكتوبة يعني. تمام. إن شاء الله دكتور. شخصياً أخي مرعي. طيب سؤالي هو انه هلا احنا في اكتشفنا 7 أو 11 كوكب في المجرة الشمسية وغيرها من المجرات اللي حوالينا، هلا كل هاي المجرات، هلا يعني ما بعرف كم مجرة جنبينا غير المجرة الشمسية، انا يعني خدني ببساطة بدك صراحة لاني انا صف سابع، فبدي جاوبني بكل بساطة لانه مش حقدر يعني افهم اشي هذا. في ماشي. هسه يعني إن شاء الله كل المجموعات الشمسية هذه وين مجموعة، ولا هذا إشي ما اكتشفناه، ولا ما بعرف، لأنه صراحة سؤال بحيرني يعني. خلاص ولا يهمك. الكون إذا بتمشي من الكون كله، الكون عم بتمدد صح، ولكن حتى نزغره شوية، الكون مبني من مجرات. المجرات مبنية من، خلينا نصغرها شوي، من نجوم. ماشي. أن ستار كلاستر، مجموعات من النجوم. هسه لنأخذ النجوم، كل نجم معين زي نجمنا إحنا الشمس نجم، زي النجم تبعنا، إلو كل نجم إلو مجموعة شمسية، إلو كواكب حواليه. عرف كيف علي؟ وفي نجوم احتمال ما لهاش كواكب شمسية، عرف كيف علي؟ ما لهاش كواكب حول شمسها، عرف كيف علي؟ لكن الآن من ناحية قد ما هو الكون كبير تقريبا، وهذه أرقام قديمة لحد الآن،
إذا بدي أتذكرها صحيح الكون فيه 10 للمش عارف لل 13 أو 14 مليار مجموعة مجرة، كل مجرة فيها نفس الرقم، يعني خد واحد وقدامه 13 صفر مليار بالمليارات نجوم، وكل نجم فيه هالقد من المجموعات الشمسية. فالكون شاسع جدا، أقرب إشي إنا اللي ممكن حتى نتخيل فيه عليه حياة 40 مليون سنة ضوئية. يعني معناته أنت لازم تسافر بسرعة الضوء ل 40 مليون سنة لتوصل له، تصور. والله كثير جدا. فالكون كبير جدا. بعيد شوي. بعيد كثير. فالكون فيه مجرات، كل مجرة فيها نجوم، كل نجم فيه مجموعة شمسية وكبير كبير. إن شاء الله يكون صحيح. تمام، يعطيك العافية يا دكتور. يلا تفضل دكتور أستاذ. أنا طالب العيان قبل شوي سكر عندي التي، سكر يعني فصل مني. تفضل يا ليان. بدي أسأل عن سؤالي. تفضل. هل نظرية النسبية لأينشتاين إلها علاقة بالفضاء؟ شيء أكيد. بنظرية النسبية الإشي الوحيد اللي عمله أينشتاين إنه ماشي في النسبية الخاصة ضافوا الزمن، أوكي؟ ضافوا الزمن، فصار عندك طول عرض من اللي إذا بنطلع على الإحداثيات تاعتنا X, Y, Z طول عرض عمق اللي هو ضافوا الزمن، فصار عندنا الزمكان. فالنسبية العامة اللي هسه هاي هذه كانت الخاصة، النسبية العامة بتحكي لك إنه كيف الجاذبية بتأثر على الزمكان. طب الجاذبية وين بتلاقيها؟ الجاذبية ضعيفة جدا جدا جدا. القوة على سبيل الكهرومغناطيسية قوتها واحد، والباور تاعتها هذه اللي عليها 36، واحد قدامها 36 صفر قوتها. القوة الجاذبية واحد، تصور هذيك واحد، هذيك واحد و36 صفر. فوين بتلاقي جاذبية قوية؟ في الفضاء. فكان إحدى الشغلات اللي أثبتت النسبية العامة إنه لما الضوء يمشي من على جنب جسم جاذبي ثقيل كبير بنحني، واللي كان انحناء الضوء من حوالين الشمس إشي بسيط جدا، لأنه الشمس بغض النظر ولا إشي كجسم كبير، في أجسام أكبر منها مئات الملايين الحجم. وين ممكن ندرس عن الفضاء عن هاي الأشياء؟ أنا عرفت من السؤال الطالب اللي قبله إنه بتدخل في كثير من الفيزياء والرياضيات. طب وين ممكن بالذات يعني فلسطين أتوقع ما بيكون فيها مجال إنه ندرس هذا الفضاء على هذا العلم الفضاء، يعني وين بالدول آسيا وأوروبا وين ممكن ندرس؟ ممكن في كل دول العالم ندرس، وإن شاء الله الفكرة إنه في فلسطين جامعاتنا تغير اسم الدائرة على الأقل، لو اسم القسم من اسم قسم الفيزياء أو دائرة الفيزياء ليكون قسم الفيزياء والفلك، وأنه إن شاء الله يصير تعطي كورسات معينة زي Introduction، مدخل إلى علم الفلك، مدخل إلى أسترونومي، ويكونوا هدول إحدى الكورسات اللي جزء من البرنامج اللي ممكن يتخرج فيه الطالب. بس اللي إحنا برضو حابينه في البرنامج هذا لأنه أغلبية المواد اللي متوفرة بالإنجليزي، إنه حابين نوفر كل إشي في البرنامج هذا بالعربي بطريقة شيقة لمستواكم، بحيث إنه يكون في مرجع، لأنه والله أعلم ما في مرجع متكامل في اللغة العربية للطلبة الثانوية عن علم الفلك أو الفضاء. شكرا أستاذ، يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذ مرعي. أوكي دكتور، ماشي الحال، تحياتي، شكرا دكتور، شكرا. يعطيكم العافية، شكرا دكتور رائد، شكرا دكتور سالم، لكل حضورنا الكريم، يعطيكم ألف عافية. كمان مرة بأكد أن هذا اللقاء هو لقاء فقط للإعلان عن انطلاق البرنامج. لقاءاتنا القادمة رح ندخل فيها بتفاصيل كثيرة عن موضوع الفضاء والفلك وفيزياء الفلك. راح يكون في عندنا مرحلة للتطبيق في المدارس، عشان هيك
بتأمل أنه هذا الحضور الزخم اللي كان معنا اليوم يستمر حتى النهاية، وإن شاء الله أنه راح ننتقل إلى مرحلة متقدمة وندخل في تفاصيل ستيم في علم الفضاء كمرحلة متقدمة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكل زملائي في وزارة التربية بالإدارات العامة، أخي لازر، أخي عبد الكريم، وراء، وكل الشباب في إدارة الإعلام، ثائر، حسن، ما بدي أنسى حدا، زملائي في الإدارة العامة للإبداع والتميز، أكيد أخي سالم، دكتور أيمن، أخي داود، شباب نوفا كلهم، تمارا وسامر، إن شاء الله أني ما نسيتش حدا، دكتور أيمن، لأنه المضبوط كان جهد رائع جدا حتى ظهر هذا البرنامج إلى حيز الوجود. نلقاكم السبت القادم إن شاء الله الساعة 7 مساء مع حلقة جديدة بقيادة الدكتور رائد سليمان وضيفنا الدكتور محمد زين العابدين الحسيني من المغرب لاستكمال ما بدأنا به في هذا البرنامج. ألقاكم على خير ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 7 مساء على نفس الرابط اللي هو astrophysics.in.bs. تصبحوا على خير، شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. جزاكم الله خير. تصبحوا على خير دكتور. نتمنى لكم العافية، تصبحوا على خير. الله يخليك.